نجمات الفن تألقن بالحجاب في أكثر من ظهور، جمالهن طبيعي جعلهن يتصدرن الترند على السوشيال ميديا. ميرهان حسين ظهرت مؤخرا بالعباءة السوداء والطرحة من نفس اللون، وذلك خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية. ياسمين صبري من أشهر النجمات التي ظهرن بالحجاب، من أشهر المرات كانت أمام الكعبة عند أداء فريضة العمرة، بالإضافة لعدة مرات خلال زيارتها للمعالم السياحية في الإمارات، وكانت حريصة في كل مرة على اختيار أزياء تناسب ستايل العباءة. هنا الزاهد فاجأت جمهورها بعد الانفصال بارتدائها الحجاب، ونشرت عدة صور لها أمام الكعبة وهي تؤدي مناسك العمرة، وفضلت أن تكون العباءة والحجاب من اللون الأسود. هذا اللوك تناسب تماماً مع ملامح هنا ولون بشرتها. الإعلامية بسمة وهبة ظهرت بالحجاب أكثر من مرة في برنامجها، وأكدت أنها تتمنى العودة لارتدائه من جديد خلال الفترة المقبلة. أما الإعلامية رضوى الشربيني ففوجئت بجمال ملامحها بالحجاب، وأكدت أنها تريد أن تتحلى بالجرأة وتتخذ هذا القرار. حلاشيحة واحدة من النجمات التي ظهرن لفترة طويلة بالحجاب خلال فترة اعتزالها الفن، وكانت تلفت الأنظار بتنسيقها للأزياء بطريقة عصرية. حنان ترك من أوائل النجمات التي اتبعنا صيحة الموديست، فخلال السنوات القليلة التي عملت فيها وهي ترتدي الحجاب نسقت أزياءها بطريقة عصرية، وكانت إطلالتها تعجب الكثير من جمهورها، واعتبرها البعض أيقونة لأزياء المحجبات وقتها.